نتنياهو يعلن الحرب مع كل الفلسطينيين ويستعد للحرب مع السلطة الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية المحتلة. تطور خطير في فلسطين وتصريحات جديدة لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أثارت جدلاً كبيراً بشأن الحرب خلال الفترة المقبلة في فلسطين. فما هي تفاصيل هذه التصريحات وما رد حركة حماس على ما أعلنه نتنياهو مؤخراً؟ هذا ما سنعرضه الآن لحضراتكم من خلال هذه التغطية. نقلت هيئة البث العربية عن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو استعداد الاحتلال لحرب مع كل الفلسطينيين، وذكرت نقلا عن نتنياهو قوله أنهم يستعدون في الاحتلال لاحتمال الحرب مع السلطة الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية المحتلة. وبهذا التصريح يخترق نتنياهو في حال تنفيذ كل الاتفاقات التي سبق وتم توقيعها منذ عقود مع السلطة الفلسطينية. وذكرت هيئة البث عن نتنياهو أن سيناريو قلب الطاولة في حالة تعاون بين السلطة وحماس، فطبعا هذا يهودا والسامرة أمر مطروح في طبعا نقاشتهم. أيضا سبق وقال نتنياهو أن قطاع غزة سيكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية بعد الحرب، وأيضا قال سننشئ في قطاع غزة بعد الحرب إدارة مدنية وسيعاد تأهيله بقيادة السلطة الفلسطينية. من ناحية أخرى قال وزير الدفاع الصهيوني يواف جالانت أن المرحلة الحالية للحرب يمكن أن تمتد أسابيع والعمليات العسكرية قد تمتد أشهرا. وقال أيضا جالانت أن المرحلة المقبلة للحرب ستكون أقل حدة وتتطلب من القوات الإسرائيلية الحفاظ على حرية عمليتها. وبالطبع أثارت هذه التصريحات غضب حركة المقاومة الفلسطينية حماس، والتي أكدت أن تصريحات نتنياهو بجهوزية جيش الاحتلال لمهاجمة السلطة الفلسطينية تؤكد نيته في استهداف الشعب الفلسطيني في غزة وأيضا في الضفة. وأيضا أضافت حركة حماس في بيان لها أن تصريحات نتنياهو تؤكد عدم اكترافه بالتسوية السياسية وطبعا سعيه لترسيخ الاحتلال وخاصة للقدس والمسجد الأقصى. وقالت الحركة في البيان أن تصريحات نتنياهو تؤكد نوايا الاحتلال الرامية لاستهداف شعبنا الفلسطيني سواء في غزة أو في الضفة، وبأنه يسعى لترسيخ الاحتلال في أراضينا المحتلة وفي مقدمتها القدس وأيضا المسجد الأقصى. وأيضا قالت ندعو السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية التي تجاوز تفعيل اتفاقيات أوسلو ووفق كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال والانتقال إلى مربع المقاومة الشاملة وحشد كافة الطاقات لمواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنية حتى تحرير الأرض والمقدسات وتحقيق تطلعات شعبنا بانتزاع حقوقنا الوطنية كاملة من احتلال لا يفهم إلا لغة القوة. ومن جهة أخرى أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودينة أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو تعبر بشكل واضح عن نواياه المبيتة ووجود قرار إسرائيلي لإشعال الضفة الغربية استكمالاً للحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة بما فيها أيضاً القدس. وتعليقاً على إنشاء سلطة مدنية تابعة لإسرائيل في قطاع غزة قال أبو رودينة أن قرار إنشاء سلطة مدنية تابعة لإسرائيل في قطاع غزة هو قرار مدان ومرفوض وتعتبر تحدياً للمجتمع الدولي وللمواقف المعلنة للإدارة الأمريكية التي أعلنت رفضها لإعادة احتلال غزة أو اقتطاع أي جزء منه، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية. وأيضاً شدد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودينة على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. وأوضح أيضاً أن هذه التصريحات تأتي في إطار ما يجرى من حرب إبادة جماعية في غزة والضفة من عمليات قتل واعتقال للمواطنين الفلسطينيين واقتحامات للمدن والقرى والمخيمات وتهجير قسري للسكان خاصة في الأغوار وحجز أموال المقاومة الفلسطينية. كما قال إسرائيل ستجور المنطقة إلى حروب لا تنتهي وتهدد الأمن والسلم الدوليين. أيضا نطالب أبو رودينة الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها وإلزام سلطات إسرائيل بوقف جرائمها المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس لأنها الجهة الوحيدة القادرة على وقف العدوان.
وأشار إلى أن استعمال الولايات المتحدة لحق طبعا لفيتو هو الذي أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل على الاستمرار في الحرب والعدوان والجرائم التي تجاوزت جميع محرمات القانون الدولي، مؤكدا أن قرار وقف الحرب هو بيد الرئيس الأمريكي أولا وأخيرا. وأيضا كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن صباح يوم 1 ديسمبر الجاري استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع. وأيضا حملت حركة حماس المجتمع الدولي في مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ونذكركم بأن الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام انتهت عند الساعة 7 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، وتخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين. في النهاية، هل من الممكن أن يتم تنفيذ سيناريو اندلاع حرب بين الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية وأيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ أم أنها مجرد تصريحات استفزازية من نتنياهو؟ نتمنى النصر قريبا لفلسطين ودعوتنا دائما مستمرة لهم. تغطيتنا، بنشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.